ولمناقشة ملف سوء قطاع التعليم والفشل الحكومي في ظل انتشار الأمراض النفسية بين الطلاب، ينضم إلينا عبر سكايب من كوالالمبور الأكاديمي المتخصص في التعليم الدكتور محمود المسافر. مرحبا بك معنا. وسهلا، مرحبا بكم. دكتور محمود، مدارس تعاني من اكتظاظ، نقص حاد في المستلزمات، فترات دراسية أو دوام ثنائي وثلاثي وحتى رباعي في بعض المدارس، مدرسون يعانون من أزمة رواتب وسوء معاملة، كل ذلك ينعكس بشكل أو بآخر على المنظومة التعليمية، ينعكس على الطلبة في عموم البلاد. كيف يمكن تقييم القطاع التعليمي في العراق؟ بارك الله فيك، أشكرك أخي الكريم، وشكرا لقناتكم الكريمة، وتحية لك ولكل مشاهديك. الحقيقة يعني لم يعد خافيا الواقع المتردي للتعليم في العراق أبدا، خصوصا بعد صدور كم الهائل من التقارير المحلية والدولية عن هذا الموضوع، واعتراف المسؤولين في الحكومة العراقية عن هذا التردي. يعني آخر تقرير صدر عن اليونيسف قبل أيام الحقيقة يشير مع الأسف في مقدمة التقرير أنه عقود من الضياع في التعليم وعدم وجود الاستثمارات أدى إلى أن يخرج العراق من دائرة الاعتراف في التعليم بعد أن كان هو الأفضل في المنطقة. هذا هو المقدمة التي تقدمها اليونيسف. الحقيقة اليوم الواقع التعليمي يمكن في أسوأ أحواله، وإحنا يمكن نشبه يعني أسوأ الدول فشلا في التعليم في العالم، لا سيما في أفريقيا. اليوم التعليم يخرج من التعليم ما لا يقل عن 3.2 مليون، هاي بوفق الإحصائيات اللي قدمتها اليونيسف، من الأطفال المشمولين بالتعليم في الابتدائية 3.2 مليون، يعني بالتأكيد كلهم لا يزيدون عن 7 إلى 8 مليون، يعني أكثر أو تقريبا النصف، وهو ما قدم التقرير بالقول بأنه واحد من كل اثنين يفقد فرصته تعليم من أطفال العراق، فضلا عن أن هناك عدم تناسب في بعض المحافظات مثل المحافظات المتضررة من الإرهاب والمتضررة من عمليات الانتقام فيما بعد الإرهاب، مثل يالا، مثل الموصل، صلاح الدين، الأنبار، هذه فيها إضافات كبيرة كون هناك تهجير ومهجرين. يعني ليس فقط هناك مشكلة في البنية التحتية، مشكلة في كما ذكرت في مقدمتك جنابك كل هذه المشاكل التعليمية، لا، لكن هناك مشكلة التهجير اللي الناس لم يعود لحد الآن، مثل جرف الصخر. كم طالب الآن، عشرات الألوف في منطقة جرف الصخر ومحيطها الآن يعانون من عدم وجود، إلا فئة قليلة يمكن المتمكن قدر يروح يقعد في مكان آمن وصحيح حتى يقدر يحصل عن التعليم. فالبنية الهيكلية للتعليم اليوم في العراق مدمرة بالكامل، وليس هناك تردي. نعم، مدمرة بالكامل، ونحن نتحدث كما تفضلت دكتور محمود، نتحدث عن ما تقوله اليونيسف أن 4.5 مليون طفل عراقي يعانون الحرمان من خدمات التعليم والصحة، وهذه أرقام ضخمة، كأن هناك فعلا سياسات متعمدة لتدمير الأجيال العراقية القادمة. ليست المسألة مسألة فساد ومسألة أن هناك تقصير حكومي أو عدم استثمار لموارد البلد وخيرات البلد، إنما هناك حالة تدمير أيضا إضافية. نعم، شوف، هو الحقيقه يعني هو التدمير الممنهج يبدا بدءا بانخفاض مخصص التعليم في ميزانيه الدوله. المخصص الان في التعليم ومنذ تقريبا 20 سنه لا يزيد عن 6%، و6% الان في العالم تعتبر من اقل النسب في العالم، مثل ما اشرت في البدايه، يعني هي تشبه النسب في بعض الدول الأفريقية الضعيفة جدا. لا توجد دولة الآن في العالم هنا مخصصة، يعني أو قد نسبة قليلة من الدول فيها، لكن أغلب الدول العالم لا يقل مخصصة عن 10%. لذلك إذا ما تصير هناك نهضة في هذا الموضوع، يعني عملية رفع
المعدل بشكل ممنهج وضمن خطة معينة، لا يمكن نهائيا وقف التدهور. أنا لا أقول أن نعود إلى ما قبل عام 2003، هذا الموضوع صعب جدا جدا الآن، لأنه الحقيقة الدولة كلها تعاني من الفساد، تعاني من الكثير من عمليات التمييز بين المناطق. هناك فئات الحقيقة مهملة بالكامل، فئة المعلمين والمدرسين في الابتدائية والإعدادية، هذه كلها تحتاج إلى خطط عملاقة ما تقوم بها وزارة. كان لدينا سابقا قبل 2003 قطاع اسمه قطاع التعليم، متكون من عدة وزارات وعدة هيئات، وكان هناك هيئة من ديوان الرئاسة اسمها هيئة التعليم الحقيقة تراقب بالضبط ما يحصل في بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التخطيط لتنفيذ الخطط الموكلة إليها. هذا الموضوع ما موجود الآن، لا توجد هيئات رقابية. كان لدينا نواة لتقييس وسيطرة نوعية موجودة نعم في الوزارة، الآن لا توجد تقييس وسيطرة نوعية، تعطى الإجازات بشكل عشوائي فوضوي الحقيقة. كل حزب من الأحزاب السياسية اليوم عنده إجازة لجامعة وعدة إجازات لمدارس، فلذلك هذا كله لازم يخضع الآن مرة أخرى يعني إلى عملية تقييم شاملة قبل أن توضع خطة جديدة لإيقاف التدهور قبل البناء الجديد. هذا إذا كانت هناك نية وإرادة لذلك دكتور بالضبط محمود. بالضبط كنت بالضبط. قد تحدثت عن المخصص الذي من موازنة الحكومة، كم تخصص الحكومات في العراق من أجل موازنة التعليم؟ 6% 6% على مدى المرحلة اللي فاتت، وخلي ضع في بالك أن العراق خرج من حرب في عام 2003. يعني إذا كان العراق قبل 2003 يخصص 10 و11%، لازم العراق يزيد بعد الحرب، وهو ما حصل تحديدا في عام 1990 91 عندما غادرنا الحرب وخرجنا من الحرب الخليج الثانية. زاد العراق من مخصص التعليم في ميزانيته حتى يعوض المهدم من المدارس والمؤسسات التعليمية، إلى أن استقرت مرة أخرى في عام 94 95. لكن الآن الحقيقة إحنا بعد 2003 هناك تخفيض في المخصص، زادوا من المخصصات الأخرى وخفضوا من مخصص التعليم، وبالتالي هذا التدهور سببه أولا هو الشروع في عملية قتل التعليم العالي من خلال التعليم والتعليم العالي من خلال تخفيض المخصص في ميزانية الدولة. شكرا لك دكتور محمود المسافر من كوالالمبور الأكاديمي المتخصص في التعليم، شكرا مرة أخرى.